لماذا غادرت بوستن؟ كنت في رحلة طويلة يا أخي. أظن الأمر له علاقة بالفتاة. الأمر كله يتعلق بتلك الفتاة. أتعلم؟ لم أره عن قرب هكذا. العالم الخارجي، أهذا كل ما تتمنينه؟ لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ هناك. أيمكن؟ في قديم الزمان كان لدي شخص أهتم لأمره، وهذا نافع لشيء واحد في هذا العالم، وهو أن تقتل. يمكنني الاهتمام بنفسي. كم عدد المخاطر التي واجهناها؟ سأفتعل مشكلة هناك. لا تضيعي أي طلقة. فهمت هذا. أتعرفين استخدامه؟ تلقيت تدريباً.